السنة الحمد لله عندنا كمساحات أكبر، كعدد شركات أكثر، كدول أكثر. العام كنا 60 دولة، السنة هاي راح نكون 65 دولة بإذن الله. كثير مشاركات جديدة، كثير ندوات جديدة، في مؤتمرين راح يقامون في أثناء المعرض. فنتمنى أن كل الأسر المقيمة في دول الإمارات وأبناء دول مجلس التعاون أنهم يشرفونا في هذا المعرض للاطلاع على ما هو جديد. طبعا في شركات راح تعرض أشياء جديدة هي أنتجتها، فتكون انطلاقتها من معرض أبوظبي. معرض أبوظبي أصبح جاذب إن كان للتجار أنهم يحصلون وكلاء في دول مجلس التعاون، أو إن كان لإبراز مثل منتجات جديدة كمنصات لإطلاقها في أبوظبي.